السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم هند أحمد من صفحة نودزون. إن شاء الله النهاردة هشرح درس هيكون لذيذ جدا. الدرس عبارة عن تكنيك جديد في الليكويد. أنا نزلت هنا فيديو من فيميو، ممكن ناخد فكرة عنه. هنشرح حاجة زي كده مثلا. يعني هنا هي عبارة عن سيركل بتظهر عادي، وبعد كده بترجع كده شوية، بعد كده بيطلع منها الريبيترز عادي، وبعد كده بينزل مجموعة من الدروبس. لو تلاحظوا هنا الدروبس وهي نازلة بتاخد معاها جزء من السيركل دي، وطبعا ده بيدي افكت حلو. هنعرف ازاي نعمل الشكل ده او الافكت ده. هنفتح دلوقتي الافتر، نعمل خلفية، ممكن احميه كده. بعد كده هعمل السيركل وسطها طبعا. تمام، انا دلوقتي عملت السيركل، بس هعمل لها سكيل بقى، او خلينا في السايز مفيش مشكلة. ممكن كان فريم كويس 40 فريم. نرجع للأول خالص، نخليها بصفر. طبعا لو أنا عايزة أخلي الحركة شكلها أحلى من كده، أحدد الفريمز وأدوس F9. ممكن أعمل هنا شكل كويس للحركة. ممكن اشوف كده الحركة. تمام، الحركة كده تمام. ممكن اسمي دي مين سيركل. تمام كده، حركة السيركل جميلة جدا. بعد كده هعمل ريبيترز. ممكن اعمل كنترول دي واسمي دي ريبيترز او ريبيترز، طبعا هيبقى تحتها. ممكن اخليها بعدها بشوية صغيرين، طبعا الحجم هنا كبير جدا. اخلي دي بس اللي ظاهرة علشان اشوف كويس كده. كويس مثلا. تمام، بعد كده اعمل اد وريبيتر. تمام، ممكن اعملهم مثلا 8 ترانسفورم. خلي دي بصفر علشان اعملها دائرية اشوف الروتيشن بتاعي. 360 على 8 على 8 45. طبعا هي مش طالعة مظبوطة قوي علشان الانكور بوينت. نشوف كده انكور بوينت، خليه كده بصفر وكده برضو بصفر. تمام كده،
طيب عايزة بعمل لها ايه؟ سكيل لكنها تظهر وتختفي بس، يعني طبعا حركة مش لطيفة خالص. ممكن اشوف البوزيشن بتاعها، ترانسفورم، واشوف البوزيشن، اضغط يو، خلي ده هنا تمام كده مثلا. تمام، لا هو كده ايه، مش مظبوط كده. انا عملت دي بصفر ماشي، وعملت دي برضو بصفر كده، البوزيشن بقى في النص تمام كده. ممكن اعمل على اكس او واي عادي. تمام، اعمل برضو ايزي ايز في 9. ممكن اعمل شكل الحركة، انا حابة اغير الحركة دي برضو. طيب نرجع كده، ممكن ايه نعملها واحدة واحدة. نعمل دي مثلا الأول، نحاول نظبط الحركة بتاعتها. طيب في حاجة هنرجعها تاني عادي، دوس كنترول، دوس كنترول تمام، بعد كده F9 تاني. تمام كده رجعت كده عادي. طيب نرجع كده بقى، تمام. طيب عايزين بقى نشوف حركة الليكود. لا بس سامعني بس كده، لازم تختفي بعدها كده بشوية. عاوزين نخلي البوزيشن كده اكتر من كده، مثلا هنا من اول هنا اشوف السكيل. بعدها بشوية هنا كده نخلي السكيل بصفر، نخلي البوزيشن ده كده لورا برضه. لو رجعنا كده نحط الاثنين دول، كنترول شيفت سي في كومب جديدة، ممكن اسميها سيركلز. تمام، هاجي في الافكتس، شوفوا ده بقى هيعمل ايه. هو ده اللي هيعمل الشكل الحلو اللي فوت. اختار هنا سيمبل شوكر، هزود طبعا لحد ما يديني الافكت اللي انا عايزاه. ممكن اعمل فول، شفتوا عمل ايه الشوكر؟ عمل ايه، دمج الريبيتر تمام مع السيركل الاساسيه. لو رجعنا كده ده شكل جميل.
على فكرة أنا لو زودت كده كمان هيبقى أحلى. بس ايه طبعا هو ايه بيقلل من مساحة الشبكة كله. ففي حاجة ممكن نعملها، يا إما تمام كده كويس، لو أنا حابة إن هي تظهر أكتر من كده أنا ممكن أكبر مساحة الريبيتر دي. يو السايز ممكن ازود كده شوية تاني. ظهر اول هنا مثلا ممكن ازود كده السنة برضو بسيطة مش كتير قوي، ممكن ازود كمان تمام. طيب ممكن اعمل ايه كمان، ممكن اعمل ايه كمان؟ طبعا كان في كده ايه دروبس نزله، هعمل إيه بدل طبعا هعمل كنترول دي مثلا خليه هنا، ممكن اخليه هنا شيل الريبيتر تمام فهتنزل كده. ممكن بقى اعمل اكتر من واحدة، ممكن اسميها دروب. مش مهم الترتيب قوي يعني، ما يكون في فرق يعني، دي مثلا أول واحدة تظهر، تاني واحدة نخليها شمال، تالت واحدة نخليها كده يمين، رابع واحدة نخليها في نفس المكان. شوف كده الشكل هيبقى عامل ايه. تمام هو ده الشكل اللي انا عاوزاه. تمام هو ده. بس في حاجة طبعا انا ممكن ايه اكبر دول عن كده، مش كلهم يعني، ممكن مثلا اول واحدة ازود السايز شوية في دي. تمام هو ده الإفكت اللي انا عاوزاه. طبعا انا لو زودت السمبل شوكر ده عن كده إيه الشكل هيبقى ايه، هياخد معايا من السيركل اكتر من كده بحيث ان هما يندمجوا مع بعض زي هنا كده. تمام إيه ان شاء الله يكون الدرس مفيد ويكون عجبكم إيه. وهنا طبعا ايه ده طبعا ما ينفع كلوجو، ينفع مثلا اكتب عليه حاجة، ينفع اكتر من استخدام يعني. اتمنى يكون الدرس عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.